عندي على وزن شرعانين واقفة هي كسر الصراحة. جيب الصباح بدري مع الصباح يكسروا العربات يعني دول ولاد حرام ما تف والله ما تعرفون ده شنو والله العظيم. الناس تحب معقول دي قوات نظامية عشان يجي يقولوا دي طبعا ده يقول دي سوات. شوفوا بالله شوف يعني اقسم بالله العظيم دي حسادة ما بعدها حسادة. لا اله الا الله محمد رسول الله ينعلهم يا اخي الله ينعلهم. طبعا شبكة كعبة دي اكسن فيديو دي اكسن ده بومبان دي مكسرة حق الحرامية اللي بيفتحوا بيه ودي عربية بهناك مكسور قزازه ومفتوحه درايه كم عربيه بيسرقوا اصلا هم حراميه هم ما بيكسروا القزازه اوكي بيسرقوا اصلا وناس كتار شافوه بالطريقه دي اصلا انا لما ثورتنا ضد الحراميه وبيمرقوا وبيسقطوا وبنجيبهم هم سقطوا هم سقطوا والله بنجيبهم بنجيبهم شهداء الجيش بنصلحها بنشير بنشير وبنصلحها والله والله نشير والله قروش عندنا اكثر حاجه عندنا قروش وسخ قدام برضه اكثر حاجه عندنا قروش والله غلبتهم اكثر حاجه عندنا قروش غلبتهم غلبتهم كسر على والله والله نصلحها نصلحهم والله كلهم يصلحوا والله ندفع من جيبنا نشير نصلحهم بنشير وبنصلحهم ولا تتضايق يا معلم والله تسقط والله نصلح عرباتنا نصلحها كلها تسقط ها عربات بغالي برضو مكسرة الجهاز كله مقلع سارقين العربات دي فاتحين دروج عديد بيسرقوا طبعا شلة بتاعت همباكة همباكة حرامية بيقولوا ليش الحكومة حكومة تكسر عربات الناس تسرقها